بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا خطيبنا وفقه الله بهذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد من أمن في الأوطان وصحة في الأبدان ورزق وافر من الرحمن، إنها تحتاج إلى شكر. النعم إذا شكرت زادت واستقرت، وإذا كفرت فإنها تنقشع وتزول. والشكر لا بد أن يكون باللسان أولاً، وأما بنعمة ربك فحدث، ويكون أيضا مع ذلك بالاعتراف بالقلب بهذه النعم وأنها من الله. فلا يكفي التحدث باللسان، وإنما مع التحدث باللسان يعترف القلب بذلك. ولا بد أيضا من صرف هذه النعم في طاعة الله. الشكر له ثلاثة أركان: التحدث بنعمة الله ظاهرا، والاعتراف بها في القلب وباطنا، والاستعانة بها على طاعة الله ومرضاته سبحانه وتعالى. نرجو أن تكون توفرت هذه الشروط في هذه البلاد. ولا شك أنه ليس كل أهل البلاد يكونون كذلك، بل قد يكون فيهم من يكفر بهذه النعم ويسخر منها ومن أهلها، ولكن هؤلاء لا عبرة بهم. العبرة بالذين يشكرون ربهم سبحانه وتعالى ولو كانوا قليلين. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور، ولكن إذا وجد الشكور في البلد وفي البلاد استقرت هذه النعم، ولا ينظر إلى من يجحدها ومن ينكرها. فالحمد لله، إذا قارنت هذه البلاد بالبلاد الأخرى تجد الفرق واضحا، لا سيما في العقيدة، عقيدة التوحيد التي هي أساس الدين وأساس الملة. عقيدة التوحيد، وهي إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. هذه البلاد ولله الحمد طهرها الله من القبورية، طهرها الله من الأفكار الضالة المنحرفة، طهرها الله من كل ما يكدر صفو النعمة، لذلك استقرت نعمة الله على هذه البلاد. وليس النعمة بالأكل والشرب فقط، توفر الأكل والشرب. البهائم لها أكل ولها شرب ولها، وإنما الشكر كما سمعتم ثلاثة أركان: تحدث بالنعمة ظاهرا على رؤوس المنابر وعلى المجتمعات، تحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها باطنا في القلب أنها من الله، وأن الله قادر على أن يزيلها إذا لم تشكر، ثم الاستعانة بها في طاعة الله وصرف هذه النعم في طاعة الله وما أمر الله به عباده من التواصل والتراحم والتعاطف والتعاون على البر والتقوى. نرجو الله أن يتوفر ذلك في بلادنا وفي بلاد المسلمين عامة، ولكن لا بد من التذكير بنعمة الله والحث على شكرها والدعاء الكثير ببقائها. والإنسان
في أمور الدين ينظر إلى من هو أعلى منه، وأما في أمور الدنيا فينظر إلى من هو دونه من الفقراء والمساكين. أما في أمور الدين فينظر إلى من هو أعلى منه في الدين فيتابعه ويلازمه. هذا هو الواجب على المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الإثم كل المعاصي التي تؤثم صاحبها، والعدوان من بعض الناس على بعض الدماء والأموال والأعراض. هذه البلاد ولله الحمد من الله عليها بنعم عظيمة يجب علينا أن نتحدث بها وأن نشكرها وأن نستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله للبلاد الأخرى من بلاد المسلمين التي فقدت فيها هذه النعم أن يعيد الله لها دينها ونعمه عليها. ندعو لإخواننا في كل مكان، وهذا من النصيحة لعباد الله. قال الله جل وعلا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو الواجب علينا جميعا، أن نشكر الله وأن نتعاون على البر والتقوى، أن نتراحم، أن نتواصل، أن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. فلا ترى أخاك على خطأ وتتركه، بل ترشده وتناصحه لأنه أخوك، ولأن العقوبة إذا نزلت تعم الجميع. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. تناصح، تآمر بالبر والتقوى، التعاون على طاعة الله، هذا واجب على المسلمين فيما بينهم بموجب ما يتضمنه القرآن الكريم، السنة النبوية، سيرة السلف الصالح. هذا منهجنا وهذا طريقنا. أول شيء كتاب الله، ثاني شيء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالث شيء ما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ننشر هذا في مدارسنا ومعاهدنا ومجالسنا. ولهذا الحمد لله مقررات التوحيد والعقيدة منتشرة في هذه البلاد في مدارسها وفي مساجدها وفي مجالسها. هذا من فضل الله علينا، يجب علينا أن نستمر على هذا وأن نحافظ عليه وأن نتواصى به وأن نصبر عليه، كما في ذكر الله في سورة العصر في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان، إن الإنسان أي إنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات ذكرها الله في هذه السورة: الذين آمنوا هذه واحدة، وعملوا الصالحات هذه الثانية، تواصوا بالحق وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، لأن الذي لا يصبر لا يبقى على دينه، تأتيه الفتن وتجتثه
والدعايات والدعوات الضالة اجتزته عن دينه إذا لم يصبر عليه. وفي الحديث يأتي على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوك، يحتاج إلى صبر، يلقى من الناس المشاق والملامات والنبذ والتعيير وما أشبه ذلك، تنقص، لكن يصبر على دينه ما دام يعلم أنه على الحق، يصبر على الحق. أما والله إذا كان عنده خطأ يرجع عن الخطأ. والحمد لله بلادنا ولله الحمد يدرس فيها كتب التوحيد والعقيدة الصحيحة في مساجدنا ومجالسنا ومدارسنا، وهذا من فضل الله علينا، وهذا هو الذي يثبت النعمة، التحدث بها، تدريسها، شرحها، بيانها للناس، هذا من أسباب بقاء هذه النعمة، وهذا موجود ولله الحمد في بلادنا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يكف عنا عدوان المعتدين وظلم الظالمين وكيد الحاسدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.